إياه. كيف تعرف إن الحصان سوى الحركة اللي سواها إرضاء لك أو لا؟ مرات مثلاً يقول الحصان كع ودقريوس إرضاء العنان، أو الحصان شنع إرضاء اليد، فيجب شن إرضاءه قد يشنع، أو شن إرضاءه قد يلعب، أو شن إرضاءه قد يبالغ في الرجوع للخلف. قصد ذلك ما أقصده بإرضاء اليد مو ناحية شكلية كشخص متفرج، ناحية حسية، وانت راكب تحس اللي سواه الحصان رجوع لليد مو بسحب لها، أو رجوع لليد مو برجوع لها ثم اندفاع. يعني حتى التفضي إذا استغل عليك الحصان استغلال حقيقي، يفضي برقبته اليد ويندفع جسمه، ما يعني غلب يدك، حتى لو كنت تحس بفراغ باليد وما تحس أن قاوم اليد مقاومة فعلية، الجسم اندفع. فعندما أقول إرضاء أقصد أن الحصان رجع لليد بجسمه ورقبته، الشيء معين ناوي يسويه لم يستطع فعله فرجع ليدك بدل ما يقاومها. فعندما أقول إرضاء أقصد الحصان أرضى يدي برقبته أو بفمه، هذا يدل على خفة الرقبة اللي مصدرها الركوب الصحيح. زي ما قلت، خفة الرقبة نتيجة للركوب الصحيح تؤدي لك على صار رجوع الخلف إلى آخره، عكس طرق الركوب الأخرى يتعلم على حركات معينة زي رجوع الخلف وذكره وغيره، بس من نهار قلتها ثقيلة وقت الجد. طيب كيف أعرف اللي سواه بالفعل إرضاء أو لا؟ طبعا هو ناحية حسية، مجرد أنك تحس إرضاء يدك ما تحتاج التفسير أو الشرح، لأن في شيء فيهم بعض الأمور ما حد يعلمك إياها، إذا عرفتها تعرف إنها حقيقة ولا يمكن أحد يقنعك إنها خطأ والعكس صحيح. بس كشرح أو كتوسع في الموضوع، الموضوع كالتالي ببساطة، الإرضاء هو أن الحصان يسوي حركة معينة حتى لو كانت الأصل فيها أنها خطأ، أو الأصل فيها أن عادة نعتبرها خطأ يحاول يستغل عليك حصان. على سبيل المثال تشنيع، على سبيل المثال المبالغة بالاندفاع في الرجوع للخلف وقت عدالك، على سبيل المثال الوقوف وما تبغى يوقف، أو ما أنت متوقع الوقوف أو ما طلبت الوقوف، هذا يعتبر عادة طبع سيء حصان سيستغل عليك. كيف يسمى إرضاء؟ إذا الحصان سواه في اللحظة اللي كان ناوي يسوي شيء عكسه تماما، أنا قد أهدد، قد أخب حصان عسيف، حصان جديد، حصانك الخاص خاف من شيء وراه، نيته لو أنك مرخي النام مثلا ومخليه على كيفه ينطلق يفتح ويقمص، واكبت صح، زلقت صح لسحبته، جمعت صح لتفضيته، تكيت صح لتدكيته، فالاختلاف أدى إلى التخفيف أو حتى أدى إلى الوقوف بمدى مقدار قوة اندفاع الحصان، حاول يقمص وينطلق بقوة، خفف ووقف دقريوس، حاول شوي يزيد سرعته فقط خفف، حاول محاولة بسيطة فاز المحلة. فكل ما كانت محاولته أقوى كل ما كان ينبغي أن يكون إرضاءه أقوى. فمرات من قوة محاولة القمص أو الانطلاق، سواء أن عسيف أو جديد أو أن الشيء اللي خوفه أو جفله أو حمسه قوي، محاولته قوية، فمن قوة الاختلاف أدى الوقوف شنع، يعني كع، من قوة الكاع عشان تشنيع مصد إرضاء لك ثم دقريوس، أو دقريوس ثم شنع، هنا إرضاء، لأن التشنيعة لما صارت مخالفة اللي ناوي يسوي تماما وما سواها مقاومة، بمعنى الحصان ناوي يوسع ويقمص وانت كنت تهدد، من قوة محاولة للتوسيع والقمص كاع، ومن قوة الكاع عشان ثم دقريوس، مو بكاع ثم شنع قدام عشان ينطلق، الكاع للحفاظ على توازنه وما زال يرضيك بعد الكعدة غريوس، يعني مو بكع مو بسي بعد التشنيعة والكعدة غريوس ما شنع على قدام، إذا الحركة نفسها الكعة عكس اللي يبغاه وقاعد يرضيك، التشنيعة نفسها إرضاء لليد والرجوع لها بالجسم والرقبة قاعد يرضيك، الرجوع للخلف راجع بركبة وراجع بالجسم وقاعد يرضيك، إذا إرضاء مو بطبيعي واقع ما يقبل نقاش، واضحة النقطة الأولى اللي هي صعبة تضع لك أنك يرجع ليدك، ثانيا سوى شيء عكس اللي يبغاه ليطمئن قلبك وتوسع زيادة، لو كان اللي سواه بالفعل طبيعي أو حركة أصلا ناوي يسويها وانت شاك أنه ناوي يشنع، لا أنا ما كان ناوي ينطلق، ما كان ناوي يقمص، كان ناوي يشنع، أنا مستحيل تصل المرحلة هذه من الغباء أو التجاهل، واضحة جدا، ليش ما شنع في الأوضاع الأخرى؟ طلع وانت رايح وانت شاف حول شاف راس صهل حاول يلعب أماكن مخيفة عند خيل، ليش ما شنع؟ مستغل التشنيع عليك، ليش ما سوي الحركة ذي اللي انت تعتقد انها انه مستغلة عليك او تعتقد انها محاولة منها للخروج من تحكمك، ليش ما سواها في الأوضاع الأخرى؟ ليش ما سواها بعد ما سواها الآن بعد شوي؟ ليش ما سواها إلا فقط وقت الإرضاء اللي تحكمت فيه ومنعت من فعل شيء يبغاه؟ إذن رقم واحد الموضوع حسي، تحس الحصان رجع لليد برقبته وجسمه، مو بيرجع لليد ويندفع للجسم، بعض الناس توقع ان اي تفضية ارضاء، هذا غير صحيح،
التفضية في الطريقة الأمريكية قمة التفضية، والحصان في قمة عدم الإرضاء وقت الجد، بل أنه مو بس يحتاج ينتقل من الفراغ للسحب والتكي ويحوسك، أصلاً بحدود الفراغ حاسك يقدر يقوم وصي ينطلق ويشنع ومفضيك، ما بالك لو سحب وتكى. إذن إرضاء اليد يقصد به إحصان فضة أو سحب أو تكى، بالنهاية رقبته وجسمه راجع اليد، ما اندفع وسحب يدي معه، هو رجع اليد برقبته وبجسمه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الحركة اللي صارت معاكسة لما أراد فعله تماما. ما أراد فعله تماما مو بشيء تخيل أو توقع أو تصوره، شيء حسيت أنه سواه وانت على ظهره بيدك يعني، ولو ورخيت العنان كان سواه. أفرض أنك كنت كاب العنان، سوى اللي بباله، انطلاق، قام تفلت، تكسية رأسي إلى آخره، واللي صار العكس تماما، فضة ورجع برقبته كاع دقريوس شنع إلى آخره، صار أرضاك ما قومك. أخيرا والأهم، لو كان اللي صار ذا هو بالفعل يبغاه، ليش ما سواه بعد ما سواه الآن كم مرة في أوضاع أخرى في اختلاف بالذات، أو ليش ما سواه أبدا في أوضاع أخرى في اختلاف، سواء في القدم أو في الركوب. فنعم هو إرضاء، وأقصد به إرضاء الحصان ليدي برقبته أو فمه. ليش إرضاء؟ لأنه عكس ما أراد فعله تماما. طيب يعتبر من نواحي معينة فقدان تحكم أو عدم تحكم؟ لا، لأنه لما سواه ما سواه وقاوم اليد، ما سواه واندفع، ما سواه وحاول يطيحك، ما سواه وحاول يغلب اليد، سواه وقعد يرجع لليد. فحتى لو فرضنا أنه بجسمه حاول يخل توازنك بعض الحال مثل زي العسايف، يبقى برقبته قد يرضيك، يعني قاوم برقبه وارضى، قاوم قدام وارضى، قاوم بالتفضي والسحب والتدكي وارضى، حتى لو كان الجسم في محاولة خلال توازن. فحتى لو افترضنا أن لعب قوي في إخلال توازن، يبقى قاعد يرضيك بالرقبة والجسم فعليا، حتى لو زلقت شوي أو خلال توازنك على ظهره. فنعم هي قمة الإرضاء. أخيرا وهو الأهم، اللي يسميه إرضاء اليد أو إرضاء الراكب وقت الاختلاف، لا يمكن بأي حال من أحوال يصير في أي طريقة ركوب أخرى في نفس الوضع. في الركوب الخاطئ حتى في وقت السلم ما يسويها، يبغى ينطلق ينطلق، يبغى يندفع يندفع، حتى لو ما كان إنسان واضح حصان متفلت أصلا. وقت الجد ينجح في اللي يبغاه تماما. طرق الركوب الصحيحة الأخرى، يحاول وينجح بحدود، بمعنى أنت هذب يبغى يوسع ويقمص نجح، أو زاد سرعته شوي. أنت خب يبغى يهذب ويتفلت نجح، أو زاد سرعته شوي. لا يمكن يسوي اللي صار معك بالضبط، بينما اللي صار معهم تستطيع أن تخليه يسوي. لو بغيت كبر لنا وخليته يسوي من نفسه سواه، لكن ما حصل معك يستحيل يصير معهم، سواء لا شعوريا بدون ما يتعمدون، أو شعوريا لو تعمدوا. كل ما حاول يرد الحصان زيادة، كل ما حصان قاوم زيادة وغلبه زيادة. فهو إرضاء فعلي واقعي مرئي محسوس لليد، لأن ما حصل هو عكس ما أراده فعليا وحسيا. أنت قاعد تحس حصان رجع لليد، جسمه ورقبته وليس العكس.